السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مستر أحمد البرماوي، قناة اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي. نرجو ورجاء شديدا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكتابة التعليق على الفيديوهات عشان يصلكم كل ما هو جديد. وما ننساش أهم حاجة، نوحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وفي الحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. مع تحيات مستر أحمد برنامج موجه أول اللغة الإنجليزية. وصلنا لورقة السؤال الخامس. السؤال الخامس هيقول لك correct the underlined words، صحح الكلمات اللي تحتها خط in the following sentence، في الجمل الآتية. شوف مثلا مثال بيقول number one، Rana has lived in this flat since the last 2 years. طب لاحظ عندي هنا الأول الجملة فيها has lived، واحنا خدنا since وفور من علامات المضارع التام، بس قلت لما تلاقي كلمة last ومدة زمنية أخد since، لقيت the last ومدة زمنية يبقى نحول since إلى إيه؟ إلى فور، يبقى نصح كلمة since تبقى فور. Number two، فاطمه hasn't phoned me، فاطمه ما اتصلتش بيا when her birthday. برضو لاحظ هنا hasn't phoned، هنا hasn't وتصريف ثالث present perfect مضارع تام، وبعدين هنا وراها her birthday دي اسم، يبقى ما ينفعش هنا when، هقول since مكان when، يبقى since her birthday منذ عيد ميلادها، يبقى حول when الى since. number 3، When have you studied English؟ بقول when have you studied English، امتى بدأت تذاكر انجليزي؟ قال since 1990، خد بالك الإجابة فيها since 1990 منذ سنة 1990، بذاكر من 1990 أو بدرس من 1990، يبقى ما ينفعش أسأل بوين بقى، يبقى يا إما أسأل بsince when، since when دي معناها منذ متى، أو أسأل بhow long، يبقى هتبقى how long لأن عايز المدة الزمنية بقى. يبقى أقول how long have you studied English أو since when الأفضل بقى، since when منذ متى، have you studied English منذ متى أنت بتدرس إنجليزي. number 4، have you never met Mr. برماوي، هل سبق لك وقابلت مستر أحمد البرماوي؟ طبعا ده السؤال بادئ بـ have أهو، وادي الباست بارتيسيبل التصريف التالت. احنا قلنا ايه اللي بيجي مع مضارع التام في السؤال؟ قلنا ever مش never، يبقى تبقى have you ever مكان have you never، يبقى have you ever met فلان، have you ever eaten، have you ever studied. number 5، مستر احمد has ever been absent before، مستر احمد عمره ما غاب قبل كده، عايز اقول ما غابش خالص، ever هنا تنفعش عشان الجملة بثبتها، فهحول ever الى ايه؟ الى never، بدل ما اقول have not او has not بقول have never او has never، يبقى has never been يبقى حول ever الى never، has never been absent before، ولو قلت has not تمشي. number 6، have you answered the exam yet، هل جاوبت الامتحان الان؟ number 17، water freezed at 0 degrees، 0 centigrade degrees يعني المية بتتجمد في درجة حرارة صفر. يعني مش دي حقيقة يا ولاد، وقلنا الفاكتس الحقائق، المية بتتجمد عند زيرو ما بتغلي بترتفع، دي كلها حقائق. الحقائق بتستخدم فيها ايه؟ بتستخدم فيها present simple مضارع بسيط. water اللي هي ايه؟ تبقى قولي freeze ولا freezes، تبقى قولي بدل freezed هتبقى freezes. number 18، We had to visit him yesterday as he was ill. بقول طبعا اضطرينا نزوره امبارح as he is ill. طبعا هنا لاحظ ان is تحتها خط، يبقى هصححها هتبقى ايه؟ سهلة، عشان he had to هنا اضطر، يبقى ما ينفعش is، هقول ما ينفعش is هتبقى ايه؟ بدل he is ill هتبقى he was ill لأنه كان مريض. number 19، It never snow in winter in Egypt، عمرها ما مطرت تلج في مصر، مش ده حقيقة؟ طيب يبقى أقول إيه؟ يا إما أقول it doesn't snow، بس هنا في never، يبقى it never snow ولا snows، snows and flies عشان الفعل it، وقلنا معايا بشوية بضيف للفعل إيه؟ is. 20، My flight، رحلة الطيران بتاعتي، will leave at 7 p.m. tomorrow،
هتغادر الساعة 7 مساء بكرة. مش هنا عندي تايم تيبل، جدول مواعيد، واحنا خدنا وانا بتكلم عن مدرج بسيط مواعيد الطيارات، الماتشات، الافلام، السينما، المسرح، لها جدول. واي حاجه لها جدول مواعيد بستخدم، مش معاها مستقبل بقى، استخدم معاها ايه؟ استخدم معاها مضارع بسيط، يبقى ليفز. يبقى هنا عشان في جدول مواعيد ثابت يبقى اختار مضارع بسيط للتعبير عن المستقبل. نمبر 21، he doesn't teaches English in my school. هو بيدرس انجليزي في مدرستي. لاحظ هنا في doesn't، وقلنا لسه قايلين don't و doesn't و didn't، واجي ورا الفعل فين؟ في المصدر. يبقى ما ينفعش اقول he doesn't teach ولا teaches، هقول teach طبعا المصدر، يبقى هحول teaches الى teach. برضه لو السؤال بدأ بدو او does او did هاخد teach الفعل فين؟ في المصدر. Number 22، what is he do every weekend؟ what is he do؟ لو قلت what is he do هقول do ولا doing؟ doing، لان ام از ار بي وراها فعل منضاف له ايه؟ ing، فبالتالي هنا do مصدر، يبقى اسالها بدو لان do فعل رئيسي هنا، ماذا يفعل؟ يبقى اسالها بدو او does. Number 33، I will travel neither you come or not. بقول انا هسافر نيزر سواء يو كام اور نوت. الجمله فيها ايه؟ اور. طب ينفع نيزر مع اور؟ نيزر بتاخد نور، يبقى هنخليها بدل نيزر هنخليها ايه؟ ايزر. يبقى ايزر يو كام سواء جيت اور نوت او لا، يبقى انا هسافر لو جيت او ما جيتش. نمبر 34، none of my friends، ولا واحد من اصدقائي، were absent yesterday، ولا واحد من أصدقائي كانوا غايبين امبارح. احنا قلنا كلمة نان دي وانت مغمض وهتلاقي وراها اسم جمع يجي وراها فاعل مفرد، فمينفعش وير، اخليها ايه؟ هصحح وير، بدل وير absent هتبقى was absent yesterday. Number 35، I don't like، ما بحبش، neither of the shirts، مش عاجبني ولا واحد من القمصان. طبعا ينفع don't مع neither، ما هي neither نفي زي not بالظبط، فينفعش don't نفي مع neither نفي، فحول neither الى ايه؟ الى either. يبقى اقول I don't like either of the shirts. على فكرة هي either او either و neither او neither يمشي يعني. Number 36، my mother is the more beautiful woman in the world. والدتي is a more beautiful woman in the world، يعني أجمل سيدة في العالم. طبعا طالما في the ينفع the more ولا the most؟ very good، يبقى نصحح more إلى the most beautiful woman in the world. Number 37، he is more richer than his friend، هو أغنى من صاحبه. مش هي كلمة rich غني أضفت لها ER ورا than؟ بل ده كده مظبوط، أمال إيه بقى؟ يبقى ريتشارد زان اغنى مني مظبوط، بس انا عايز اقول اغنى مني بكتير بقى، ما ينفعش اي ار مع مور، فبالتالي هحول مور ده اخليها ايه؟ الى ماتش. يبقى هي از ماتش، ماتش معناها كتير يعني، هي از ماتش ريتشر ذان هيز فريند، يعني هنا ببالغ في الصفه، يعني اغنى بكتير من صاحبه. نمبر 38، بص مصطفى اند اهاب، كل من مصطفى واهاب works in Cairo، كل مصطفى وإيهاب بيعملوا في القاهرة. طبعا هنا مع كلمة أداة الربط بتاعت both and، لما ألاقي both and دي كل من بيجي وراها دايما فعل جمع. فعل جمع يعني لو إز خلاها آر، لو هاز خلاها هاب، لو works، works دي مفرد لأن فيها إس، أشيل الإس بقى، يبقى work in Cairo، يبقى بدل works تبقى work in Cairo. Number 39، I have fewer money than my sister. نعرفين في than يبقى اخد fewer than، طب ما صح يا مستر، عشان fewer than اقل من، بس خد بالك كلمة money النقود من الاسماء اللي التعد، ما ينفعش معاها fewer، fewer دي العدد، فبدل fewer than تبقى اسمها less than. less than يعني اقل. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن كتابة to write a paragraph of about 110 words on. شوف كده اول موضوع، my story، او قول لي write about your adventure او adventure you had او a situation you learned a lesson from، موقف تعلمت منه. فانا بحكي انا بقول لي I have enjoyed wind surfing for many years، انا بستعمل wind surfing
اللي هو ايه ركوب الامواج بقالي سنين. I usually go with my father. لاحظ هنا بستخدم عشان بتكلم عن habit عن عادة، بستخدم اللي احنا شايفين ايه. هنا استخدمت I have enjoyed مضارع تام، وهنا استخدمت طبعا I usually مع present simple مضارع بسيط with my father. One day طالما هقول one day هنا يبقى هحكي قصة في الماضي، عشان كده قلت ايه بعد one day خدت كومة زي ما احنا شايفين مش ننسى الترقيم. I decided هنا ماضي بسيط بقى لان احكي قصة كلها حصلت لي في الماضي، يبقى I decided to go alone قررت اروح لايه لوحدي. I didn't tell my father طبعا هنا بقى برضو جبت ماضي بسيط منفي في didn't وليه والمصدر. About that the weather الطقس was very good، هنا استخدمت was عشان في الصيف هون، يبقى الطقس كان was very good كان جيد جدا. For wind surfing I enjoyed my time very much، لاحظ برضو enjoyed ماضي بسيط استمتعت بوقت كتير. وخدت full stop in the afternoon عملت capital وكوما طبعا ناخد بالنا من الترقيم. In the afternoon the wind suddenly الرياح فجأة مالها became very strong، برضو انا استخدمت زي ما انت شايف became ماضي بسيط، الطقس اصبح very strong قوي جدا. The wind took me عارفين تيك مضيها توك برضو ماضي بسيط far from the beach الرياح خدتني بعيد عن الشاطئ. I was very scared برضو انا استخدمت was هي وراها الصفة اللي هي scared كنت مرعوب. And wished ماضي بسيط برضو تمنيت my father were with me كنت اتمنى ابويا كان معايا، طبعا ده اسمه تمني غير حقيقي فبالتالي جبت ماضي بسيط. I was lucky برضو was وراها الصفة lucky محظوظ. When some people in a boat لما بعض الناس on a boat راكبين قارب saw me شافوني. They came برضو ماضي بسيط طبعا to help جم يساعدوني to help me. They took me back عارفين take back يعني يعيد قعدوني ماضي من تيك توك. To the beach رجعوني الشاطئ. My dad was angry with me والدي كان غضبان مني. I apologized to my father كله ماضي بسيط زي ما شايفين اعتذرت لوالدي. And promised him وعدته وبرومز بتاخد تو المصدر او نوت تو المصدر يبقى promised not to do that again وعدته ما اعملش الكلام ده تاني. I learned from this situation تعلمت الموقف ده that I should go with an elderly person لازم اروح مع شخص كبير not alone وليس لمفرد. شفنا زي ما احنا شايفين كده ادي كل الباراجراف حكيت الاول بدأت بمضارع بسيط عشان بتكلم ان جنرال بصفة عامة، وبعد كده كل الباراجراف في الماضي علشان بكتب قصة في الماضي. تاني موضوع هنشوفه a person you admire most ما اقولك كتب باراجراف عن شخص انت معجب بيه او a role model واحد قدوة لك أو a biography of a celebrity biography of a celebrity يعني يعني سيرة ذاتية لأحد المشاهير كل ده كتابة واحدة. بقول طبعا بدي الأول كده introduction مقدمة بقول إيه everyone usually has a role model كل واحد فينا له بيبقى له role model قدوة بالنسبة له. I see سمر عبد الفتاح أنا شايف إن سمر عبد الفتاح as my role model شايفه my role model قدوتي. She is a great بعرفك بيها بقى she is a great Egyptian girl إنها فتاة مصرية عظيمة. She has been interested in space طول عمرها مهتمة بالفضاء. As a child كطفلة طالما هتكلم عنها كطفلة استخدمت ماضي بسيط اهو she wanted to be وهي طفلة كانت she wanted to be عايزة تبقى an astronaut واسترونوت هو اللي هو رائد فضاء. After finishing school طبعا لاحظ انا after عشان مش وراها فاعل باخد فاعل من ضفله ايه ing But after finishing school, she went to Cairo. بعد ما خلصت المدرسة راحت القاهرة. Cairo University, جامعة القاهرة. لاحظ Cairo Capital University Capital. مش هينسى الترقيم. To study space, إنها تدرس اللي الفضاء. Space engineering, هندسة اللي الفضاء. While she was at university. شوف while هنا. وراها جملة كاملة هيا. وراها فاعل وبعدين was. وعشان في مكان قلت while she was. ما قلتش ING طبعا. She entered a competition هنا ماضي بقى لما كانت في الجامعة الحدث تم وانتهى في الماضي. She entered a competition to design hyperloop طبعا دخلت مسابقة لتصميم طيارة. She and her team won the competition هي وفريقها won الماضي من win عارفين win won won يعني يفوز فازت بذا competition. She traveled to the USA سافرت على أمريكا to receive the award لتلقي الجائزة. Now الآن She has her own company عندها شركة خاصة بها. She has her own company. She also gives speeches مضارع بسيط طبعا gives speech يعني بتلقي خطاب to help young engineers achieve عشان تساعد الشباب
اتشيف مهندسين الشباب اتشيف يحققوا their goals اهدافهم. I think انا بقى الخاتمة I think she will be a great astronaut one day. اعتقد انها تبقى رائدة فضاء عظيمة في يوم من الايام. I think she is a good role model. اعتقد ان هي نموذج او قدوة كويسة. That we should follow. التي يجب ان نتبعها. And learn from her achievement in their life. ويتعلموا من her achievements انجازاتها in their life في حياتهم. ثالث أهم موضوع إن شاء الله في الباراجراف النهاردة Advantages and Disadvantages of Technology، مزايا وعيوب التكنولوجيا. نشوف كده، بدي الأول introduction مقدمة بقول تكنولوجيا has become very important. يبقى عايز أقول لقد أصبحت التكنولوجيا very important، يعني مهم جدا. استخدمت هنا مضارع تام عشان لغاية دلوقتي هي مهمة. In our life it has changed، لقد غيرت our life greatly، لقد غيرت حياتنا بدرجة كبيرة. In all fields of life، في كل مجالات الحياة. There are many items of technology، عارفين في أدوات كتير من التكنولوجيا. In all our houses، في كل منازلنا. I think most of them، أعتقد أن معظم هذه التكنولوجيا are useful، مفيدة. On the one hand، هنا بقى هتكلم عن المزايا والعيوب، فببدأ بكلمة on the one hand من ناحية واخد كومة وأقول المزايا، و on the other hand من ناحية أخرى أقول العيب. فأقول technology has a lot of advantages، التكنولوجيا لها مزايا كتيرة. As they make our life، لأنها بتجعل حياتنا، make إنها شو تصنع، make our life، تجعل حياتنا easier، أسهل، and more comfortable. comfortable معناها إيه؟ مريح. For example، على سبيل المثال mobile phones، أحد الأيتمز اللي بنستخدمها من التكنولوجيا mobile phones، which we use، اللي بنستخدمها بستخدم مضارع بسيط عشان نتكلم عن حقيقة، to make phone calls، بستخدم عشان نعمل make phone calls لإجراء مكالمات تليفونية. إيه تاني؟ play games، بنلعب على الموبايل games، ألعاب رياضية. use the internet، بستخدم كمان على الموبايل الإنترنت، to download music and films، عشان نحمل الأفلام والموسيقى. كمان بستخدم عليه read the latest news، نقرأ آخر الأخبار. إيه تاني؟ get information، برضو لما عاوز احصل على معلومات على الانترنت بستخدم الموبايل. communicate or chat with our friends، واخر حاجه communicate بنتواصل or chat او ندردش with our friends مع اصدقاء. on the other hand بقى، شوف انا قلت فوق on the one hand قلت المزايا، on the other hand بقى هقول ايه؟ العيوب. on the other hand من ناحيه اخرى، يعني على العكس، يعني technology has a lot of disadvantages، لها كثير من العيوب او المساوئ. The internet is a waste of time، الانترنت او التليفون بيضيع most of time for most young people، بيضيع وقت كتير لكثير من الشباب. It spreads، عارفين الموبايل والانترنت spreads، بينشر false news، اخبار كاذبة. hack information، عارفين hacks information، ممكن ايه يحصل هاكر، يعني سطو على الانفورميشن المعلومات. in brief باختصار، يبقى حد بقى الخاتمة، دي خاتمة الموضوع، بختم الموضوع بقول in brief يعني باختصار، او in short يعني باختصار. technology can be useful، التكنولوجيا ممكن تبقى مفيدة. and sometimes احيانا very harmful، احيانا تبقى ضارة جدا. كده خلصنا الموضوع التالت. شوف الموضوع الرابع كده، بتكلم على hand crafts in Egypt. عارفين crafts اللي هي ايه؟ مهن، لكن بقول hand crafts معناها مشغولات يدوية، ودي صناعة مهمة جدا في مصر. طبعا بقول Egypt is very famous for many industries، مصر مشهورة جدا for many industries، بكثير من الصناعات. but handcrafts اللي هي ايه؟ مشغولات اليدوية. are the most important، هي أمها. there are يوجد many places in Egypt، يوجد أماكن في كتير في مصر، that make beautiful handcrafts، اللي بتصنع beautiful handcrafts يعني مشغولات يدوية beautiful جميلة. people in أسوان، على سبيل المثال الناس في أسوان، make wooden boxes، بتصنع ايه؟ wooden boxes، صناديق خشبية، طبعا شكلها حلو. leather products، منتجات جلدية زي الشنط وهكذا. pottery، أواني فخارية. and carpets، وسجاجيد، دي كلها حاجات بتنعمل اسمها hand made، يعني حاجات يدوية أو حاجات hand craft، الصناعات مشغولات يدوية. tourists from all over the world، tourists from all over the world، يعني برافو، الناس من جميع أنحاء العالم مالهم
who come to Egypt اللي بيجوا مصر like to buy بحبوا يشتري these hand crafts هذه المشغولات اليدوية as they are always cheap and beautiful لأنها دائما cheap رخيصة beautiful جميلة and made of the best quality ومصنوعة من أجود الخامات quality يعني جودة وbest يعني أفضل جودة. They take these handcrafts as souvenirs. السياح بأخذوها معهم إيه as souvenirs كتذكار أو هدايا تذكارية for their friends لأصدقائهم. Handmade carpets على سبيل المثال handmade carpets سيدي المصنوعة باليد اليدوية يعني are the most famous handcrafts هي أشهر هذه المشغولات because they are famous all over the world لأنها مشهورة بجميع أنحاء العالم. Also أيضا pottery بوتر اللي هي الأواني الفخارية are famous in upper Egypt مشهورة في صعيد إيه؟ مصر leather products المنتجات الجلدية with different colors بألوان مختلفة are loved لاحظ هنا are loved دي مبني المجهول are loved يعني محبوبة by a lot of people بواسطة ناس كتير. الموضوع الخامس إن شاء الله المهم في الباراجرافات Tools in the kitchen الأدوات اللي بنستخدمها في المطبخ. طبعا بدي مقدمة الأول introduction مقدمة بقول إيه بقول there are tools يعني يوجد tools يعني tools يعني there are tools يعني يوجد كثير من الأدوات. طبعا ممكن أقول tools أو أقول items الاثنين واحد. There are tools يوجد أدوات أو في items يعني بقول there are يوجد tools أدوات that I use in my kitchen اللي بستخدمها في المطبخ بتاعي. They are useful and help me with cooking. الأدوات دي مفيدة وhelp me with cooking. عارفين help بتاخد with يعني يساعد في help me with cooking. With بيجرى ing طبعا with cooking بتساعدني في الطبيخ. أخدت فول ستوب بدأت جملة جديدة كابيتال. They help me زي عايد على التولز خد بالك ما التولز أو الأيتيمز جامع يبقى ما أقولش إت أقول إيه زي. They help me to cut بيساعدوني to cut على قطع and do things quickly قطع الأشياء وصناعة الأشياء أو طبيخ الأشياء quickly بسرعة. For example على سبيل المثال I have a microwave عندي في المطبخ طبعا a microwave have هنا معناها أمتلك أو لدي بتسوي I own a microwave جهاز المايكرويف a fridge تلاجة a stove بوتاجاز إيه تاني عارفين كوفي ماشين مكنة اللي هي القهوة التوستر اللي هو ايه المحمصة او اللي بتحمص العيش. I use the microwave طب استخدم الميكرويف ليه to cook food very quickly استخدم الميكرويف عشان اطبخ الاكل بسرعة. The fridge التلاجة بستخدمها في ايه is very important مهمة جدا ليه I use it to keep food for a long time to keep عشان احتفظ بالطعام for a long time لمدة ايه طويلة. It also makes food cold أيضا ممكن أن تجعل الطعام cold بارد in the summer فين في الصيف. I have a new coffee machine أنا اشتريت كوفي ماشين جديدة have أنا عندي مكنة قهوة جديدة that I use بستخدمها to make delicious coffee لعمل قهوة لذيذة for the family للأسرة. There are يوجد أو there is a toaster يوجد توستر محمصة which I use بستخدمها to make bread warm عشان أسخن العيش. I think all the items in the kitchen كل الأدوات اللي في المطبخ are important دي خاتمة بقى كل الأدوات في المطبخ مهمة and useful ومفيدة. موضوع السادس A visit to Alexandria ممكن بقول لك A visit to إسماعيلية to شرقية to صيناي أي زيارة لأي مكان أو أي رحلة دائمة أو أقول لك A journey to Alexandria رحلة لإسكندرية. بدي مقدمة بقول no one can deny that no one can deny that يعني لا أحد يستطيع أن ينكر أن دي مقدمة كده that Egypt is one of the most beautiful countries إن مصر واحدة من أجمل الدول of the world أجمل دول العالم. There are يوجد a lot of interesting places in Egypt يوجد أماكن كثيرة ممتعة في مصر ممكن أذكرهم بقى such as Alexandria, هرجادة وعدة الأماكن المفيدة. I myself أنا شخصيا love Alexandria so much أنا شخصيا بحب اسكندرية جدا. I feel great happiness بشعر بgreat happiness سعادة عظيمة when my father take me لما والدي بياخدني and the family to Alexandria بياخدني أنا والعيلة لاسكندرية.
ذا لاست تايم اخر مره، انا بتكلم كله هنا مضارع بسيط. ذا لاست تايم اخر مره بقى يبقى هتكلم ماضي بسيط، لان هشرح اللي حصل اخر مره يعني في الماضي. ذا لاست تايم اخر مره اي فيزيتد الكسندريا، زرت فيها اسكندريه، ووز لاست سمر، كان الصيف الماضي. لاست سمر ودي اجازه الصيف الماضي. وي سبند ولا سبنت؟ وسبنت هنا ماضي طبعا عشان بدات احكي بقى في الماضي. وي سبنت قضينا موست اوف لاست سمر ذير، موست اوف لاست سمر ذي زير، قضينا معظم الصيف الماضي هناك. افري داي كل يوم، هقول اللي احنا بنعمل. شوف رغم ان افري داي مع مضارع بسيط، لا هنقولها هنا مع الماضي البسيط عشان احكي اللي حصل السنه اللي فاتت. بقول افري داي وي ونت تو ذا بيتش، كل يوم بنروح البلاج. From early morning، من الصباح الباكر، to sunset، إلى غروب الشمس. sunrise شروق الشمس، sunset غروب الشمس. ممكن أقول from sunrise to sunset. In the evening، خد بالك خدت كومة وبدأت جملة small، لكن في أول جملة عملت هنا الأي كابيتال. بقول in the evening، في المساء، يبقى الصبح لغاية المغربية، على البحر. We went to the cinema، بنروح السينما، or the theater، أو الإيه؟ المسرح. We have ولا we had؟ قلنا we had عشان بحكي فين في الماضي. We had lunch on the beach، عادة بنتغدى on the beach على البلاج. But we had dinner in a restaurant، بنتغدى فين؟ في مطعم. We visited، زرنا many places، أماكن كثيرة، in Alexandria. Like زي إيه بقى؟ أو such as، مثل إيه؟ Alexandria Library، مثل مكتبة الإيه؟ الإسكندرية. قايد باي كاسل وقلعة قايد باي. We enjoyed، استمتعنا، the holiday very much، دي خاتمة بقى، استمتعنا بالإجازة جدا، برضو ماضي بسيطة زي ما احنا شايفين. We enjoyed the holiday very much، استمتعنا بالإجازة جدا. I wish، أتمنى. wish دايما زي ما احنا عارفين بيجي وراها ماضي، يبقى I wish we could visit، دي أمنية في المستقبل طبعا. ممكن أقول I hope we will بقى، لو قلت hope أقول will، لكن we wish we could visit Alexandria next summer holiday، نتمنى إن احنا نقدر نزور اسكندرية الصيف القادم. وصلنا للموضوع السابع، وده موضوع مهم جدا وباراجراف مهم جدا. Online shopping، التسوق على الانترنت، يعني things you buy online، الأشياء اللي ممكن أشتريها online على الانترنت أو on the internet. اديت مقدمة بقول in fact، في الواقع everything in our life، كل شيء في حياتنا has، له positive sides، كل شيء في حياتنا طبعا ليه يا ولد، كل شيء في حياتنا has، له positive and negative sides، جوانب إيجابية وجوانب سلبية. We all know that، كلنا عارفين، online shopping، التسوق على الانترنت، has become more and more important، يعني has become، لقد أصبح بالفعل more and more important and popular in our life، أصبح مهم ومشهور in our life، فين؟ في حياتنا. دلوقتي معظم الناس shop on the internet، بتسوق من عليه على الانترنت. Although shopping online has a lot of advantages، طبعا التسوق على النت له advantages، مزايا كتير. It also has a lot of disadvantages، هو أيضا له كثير من disadvantages، المساوئ أو العيوب. Last week، طالما قلت بشوفك كنت بتكلم بصفة عامة، هنا أقول بقى last week، الأسبوع الماضي، وراها كوما، عارفين last capital زي ما شايفين أهي، وراها الكوما، وبدأت بأي capital، وبعدين هقول بقى كله في الماضي بقى. Last week I saw that my parents were interested in، أنا شفت إن my parents، والداي، were interested in، كانوا مهتمين بي، to have a coffee machine، مهتمين إن هم يشتروا coffee machine. So I decided، ولا I decided، عشان كده I decided، قررت to get them a good one، قررت أشتري لهم a good one، يعني أشتري لهم آلة شاي أو مكنة شاي كويسة. I bought it as a present، اشتريتها لهم كهدية، for them. They were very happy with it، كانوا مبسوطين جدا منها. It helped them، ساعدتهم. Mom make the coffee، كانت بتساعد mom تعمل coffee dad likes، اللي والدي بيحبها. It looked great in the kitchen، كان شكلها عظيم في المطبخ. And it was easy to use، كانت سهلة الاستخدام. طبعا the delivery was quick، التوصيل كان سريع. As it came after only one day، لأنها جت فقط، شوف كله ماضي came، delivery was، لأنها جت بعد one day فقط، يوم واحد من طلبها. The price was also good، السعر أيضا كان كويس، برضو قلت was هون صح.
It was a good deal، كانت صفقة كويسة. لاحظ هنا كل ده بقى اتكلمنا في الماضي، لأن يعني الحدث كله تم فين؟ في الماضي. شوف الموضوع السابق الثامن، number 8، my biography أو biography اللي هي السيرة الذاتية أو قصة حياتي. بقول my name is فاطمة الزهراء، اسمي فاطمة الزهراء، and I live in الإبراهيمية. لاحظ أنا my name is مضارع و I live مضارع. I live in الإبراهيمية، أنا عايش في إبراهيمية شرقية. It lies، الإبراهيمية دي lies يعني تقع، between هي and your بنجم. It is a big city، إنها مدينة كبيرة. And its people، its نعيد على الإبراهيمية عشان غير آخر، حطيت اس ملكية، ما حطش أبصرف هنا بقى لأن دي اس ضمير ملكية. Its people are، شعب الإبراهيمية are very kind and friendly، طيبين ودودين. بقى تتكلم عن نفسي بقى، أقول I am a student، أنا طالب. In the preparatory، in the third prep، في الصف الثالث الإعدادي. I'm a student in أم المؤمنين prep school، أنا طالبة في أم المؤمنين الإعدادية. My favorite subjects، مواد مفضلة are، هما يبقى English and math، الإنجليزي والماث الرياضيات. My favorite sport is handball، my favorite sport المفضلة is handball، كرة اليد. I play for شرقية handball team، أنا بلعب في فريق الشرقية لكرة اليد. My father is a famous supervisor of English، أبويا موجه إنجليزي مشهور. I have one sister called Rana، اللي هي أختي واحدة بس اسمها رنا. And one brother called محمد، وأخ اسمه محمد. My hope is to be a teacher of English like my father، أمنيتي أبقى مدرس إنجليزي زي والدي. My hope هنا أملي أو أمنيتي، is to be a teacher of English like my father because I like English very much، لأن بحب إنجليزي جدا. I study very hard، أنا بذاكر بجد، to achieve my goals، لتحقيق أهدافي. يبقى شوف الأول قدمت اسمي وقدمت بلدي وقلت بلدي بتقع فين ومشهورة بإيه، وبعدين اتكلمت عن نفسي، عن وظيفتي، عن أبويا وأمي، عن إخواتي. يبقى أنا عملت سيرة ذاتية كاملة هيا، وكان ممكن أضيف بقى أنا اتولدت في سنة كام واتولدت فين وهكذا. قلت الهوايات بتاعتي، انا بحب الهاندبول وبلعب، قلت المواد الدراسيه المفضله ليا، وفي الاخر قمت امنيتي اللي نفسي احققها. مع الموضوع التاسع والاخير في الباراجراف، my goals and achievements. my goals معناها ايه؟ اهدافي، and achievements وانجازاتي. بقول my name is محمد البرماوي، بدأت أول حاجة باسم، هو بقول اسمي محمد برماوي، ده اسم اللي كاتب الموضوع طبعا. I am 16 years old، لاحظ برضو مضارع، I am 16 years old and I am from Egypt، أنا من إيه؟ من مصر. I live، كل ده مضارع زي ما شايفينه، I live in الإبراهيمية الشرقية، أنا عايش في الإبراهيمية الشرقية. I am in the third year، أنا في الصف الثالث preparatory، أنا في الصف الثالث الإعدادي. I like playing sport، بحب ألعب الكورة أو سبورت رياضة. in my spare time، في وقت إيه؟ فراغي. especially handball، وخاصة كرة اليد. I have played in many competitions، مضارع تام لأن لسه بيلعب، فاستخدمنا مضارع تام. I have played، بلعب من زمان وما زلت ألعب. I have played in many competitions، لعبت بالفعل كتير في كثير من الكومبيتيشنز، المسابقات. I have won، لقد فزت، a lot of gold, silver and bronze medals، فزت بكتير من الميداليات، gold الذهبية، silver الفضية and bronze والبرونزية medals، يبقى فزت بكثير من الميداليات المادية، الميداليات الفضية والذهبية والبرونز. I hope هنا بتمنى المستقبل، وعارفين hope دايما بيجي وراها فاعل وبعدين will والمصدر. يبقى I hope I will play for the Egyptian national team، أتمنى أن ألعب في المنتخب القومي المصري. In the near future، في المستقبل القريب. Although I like handball، بالرغم أن أنا بحب الهاندبول كرة اليد. I study very hard، بذاكر very hard يعني بيه بجد. And I am good at all subjects، وأنا شاطر في كل المواد. I usually get، عادة get يعني بحصل على، مضارع بسيط اللي شايفينه. I usually get، بحصل على good results in my exams، بجيب نتائج كويسة في امتحاناتي. I hope I will join the university، أتمنى إن شاء الله ألتحق بالجامعة. And study computer، وأدرس اللي هي الكمبيوتر. I would like، عارفين I would like بتساوي I want وبتاخد to المصدر.
I would like to be a computer programmer. نفسي أبقى كمبيوتر بروجرام، مبرمج كمبيوتر in the future، في المستقبل. My parents provide me with، كلمة provide with يعني يمد بي، والدي بيمدوني بي everything I need، كل اللي بحتاجه to achieve my goals، لتحقيق أهدافي. ده كده موضوع عن my goals and achievements، أهدافي وإنجازاتي في الحياة. وممكن تبقى my profile برضو تمشي. هنا بقى هنشوف الموضوع الأخير اللي هو an email، how to write an email، إزاي نكتب email. Write an email to Miss Fatma inviting her to your birthday party. اكتب ايميل لميس فاطمة بتدعوها إلى birthday party، لحفلة عيد ميلاد. طبعا الايميل زي احنا شايفين هيبقى شكله كده. ببدأ الأول from، من الشخص اللي بعت الايه، اللي بعت الايميل، مستر أحمد at gmail.com، يبقى اسم الشخص والايميل بتاعه. to إلى ميس فاطمة at hotmail.com، إلى ميس فاطمة hotmail.com، ده اسم الايه المرسل إليه. طب السبجكت الموضوع invitation، دعوة. ودي طبعا ببدأ بالمقدمة دير فاطمة، عزيزتي فاطمة، وبعدين بدي المقدمة بقى. خد بالك from و to subject تحت بعض، احنا شايفين كده سايبين سبيس صغير كده وتحت بعض، وبعدين بسيب برضه سبيس صغير من النص كده، اقول دير واسم المرسل ايه وكم، مش ننسى. المقدمة بقى هبدأها من بين دير وبين فاطمة، فبقول I am very pleased to write this email، أنا سعيدني كتابة هذا الإيميل، hoping you are in good health، hoping يعني متمنيا، you are in good health، إن أنت تكون في صحة جيدة، and a happy life، وحياة إيه؟ وحياة سعيدة. How are you and your family؟ طبعا بقيت الإيميل بيبقى من تحت subject. How are you and your family؟ عاملة أنت أسرتك؟ I'd like to tell you that، أحب أقول لك my birthday، عيد ميلادي، will be next Friday، عيد ميلادي إن شاء الله يبقى يوم الجمعة القادم. I'd like to invite you to my birthday party، أحب أدعوك إلى حفلة عيد ميلادي. And I will be happy، very happy، أكون سعيد جدا if you can come، لو قدرتي تيجي. طبعا لاحظ هنا I hope or will، والمصدر هي be very happy، if you can come، لو قدرتي تيجي. I have invited all our friends and classmates، أقول أنا إيه؟ have invited، لقد دعيت بالفعل all our friends، كل أصدقائنا، and classmates، عارفين class يعني فصل، classmates يعني زميلنا في الفصل. The party will be in my house، الحفلة إن شاء الله تبقى في البيت عندنا. برضو هنا will be كله مستقبل أهو. It starts، طبعا المواعيد دايما باخد معهم ضرب بسيط. It starts at 7 PM، الحفلة تبدأ الساعة 7 مساء. We will dance، برضو مستقبله، we will dance، هنرقص. and listen to music، نسمع موسيقى. and enjoy time very much، ونستمتع بوقتنا very much جدا. كده خلصت. ادي الخاتمة بقول لها ايه، بقول لها I am looking forward to، عارفين look forward to يتطلع ايه الى، ودي من التعبيرات اللي بتاخد ايه، بتاخد ing. I am looking forward to seeing you in the party، انا متطلع ان اشوفك في الحفلة. وتحت خالص love from، مع حبي مستر ايه احمد. كده احنا وريناكم اهم موضوعات الباراجراف، وازاي نكتب الايميل لو جالنا ايميل. مع اطيب تحيات مستر احمد البرماوي، مودي اول الانجليزيه. ارجو بس نشترك في القناه ونفعل الجرس، ومش ننسى طبعا نشارك الفيديو على صفحات الفيس وعلى الواتس لاصدقائنا، عشان يصل للجميع. مع اطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله يكون الامتحان سهل، مش تقلقوا، وجوه درجات عالية إن شاء الله لكل طلابنا وحبايبنا. نموذج تاني برضو للباراجراف، A review of tourist attractions in Egypt، يعني إيه؟ A review، مقالة نقدية عن tourist attractions، وسائل الجذب أو أماكن السياحية الجذابة in Egypt، في مصر. ببدأ بقول Egypt is famous all over the world، مصر مشهورة في جميع أنحاء العالم. as هنا عنها ك يعني أو مثل يعني. as a tourist country، كدولة سياحية. it's full of، طبعا it's هنا عيد على Egypt، it's full of، مليئة بـ tourist attraction، مصر مليئة بالإيه؟ بالأماكن السياحية. Egypt has، مصر تمتلك، a lot of tourist places، كثير من الإيه؟ أماكن السياحية. which tourists like to visit، اللي السياح بيحبوا ايه يزوروها.
Egyptians also has fine weather. Egypt also has fine weather. مصر أيضا عندها طقس جميل all the year round على مدار إيه؟ العام. While Europe is very بينما أوروبا is very cold in winter. ما بتبقى أوروبا تلج طبعا في الإيه؟ في الشتاء. We have sunny weather. بيبقى عندنا sunny weather يعني الطقس إيه؟ مشمس. It's hot in summer. الجو عندنا بيبقى حر في الصيف. So tourists can enjoy swimming. ممكن السياحة تستمتع بسويمن السباحة in fine beaches في الشاطئ الجميلة in Egypt في مصر. Tourists can visit the pyramids in Giza. السياح ممكن يزوروا الأهرامات في الجيزة. They can visit temples in Luxor and the high dam in Aswan. يقدر يزوروا ايه temples المعابد in Luxor في الأقصر and the high dam والسد العالي in Aswan. They can take a boat in the Nile. يقدر ياخدوا قارب ويتفسحوا في النيل. There are good hotels. يوجد فنادق جيدة. And the Egyptian people والشعب المصري are friendly and kind ودودين وكايند طيبين. موضوع تاني How can we help people in our community؟ ازاي نساعد الناس في مجتمعنا؟ We don't live in our community alone. طبعا بقول احنا مش عايشين في مجتمعنا لوحدنا. So we should help people. لذلك لازم نساعد الناس in our community اللي موجودين فين في مجتمعنا. The rich الأغنياء should help the poor and the needy in our community. يبقى الأغنياء لازم يساعدوا the poor الفقراء and the needy والمحتاجين in our community في مجتمعنا. We should all help the disabled. كلنا واجب علينا نحن نساعد disabled المعاقين. Poor people should need help from everyone in our community. طبعا الناس الفقيرة محتاجة مساعدة من الكل في مجتمعنا. ليه بقى؟ Because life has become لأن الحياة قد أصبحت expensive غالية and difficult وصعبة. They don't موضوع موضوع برضو المهمة اللي هي review in social media يعني مقالة نقدية عن السوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. بدي مقدمة كده بقول we all know that كلنا يعلم أن that social media إن السوشيال ميديا have become قد أصبحت the most important part أهم جزء of technology now في التكنولوجيا الآن. People now cannot live without social media. People cannot live. الناس ما تقدرش تعيش دلوقتي without يعني بدون social media وسائل التواصل الاجتماعي. Because all people use them now. لأن كل الناس بتستخدمها الآن. زي هنا عايدة على social media وسائل التواصل الاجتماعي. They have a great role. لها دور عظيم in our life في حياتنا and affect everyone of us. كلمة affect دي معناها يؤثر على everyone of us كل واحد مننا. هذا affect هي on everyone. First أولا we can get local. نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي ازاي؟ بنقدر نحصل على local and world news الأخبار المحلية والعالمية from social media. We can نقدر ايه تاني نعمل بالسوشيال ميديا. We can also communicate with عارفين communicate with يعني يتواصل مع نقدر نتواصل مع with friends مع اصدقائنا and relatives واقاربنا abroad في الخارج by social media بوسائل التواصل الاجتماعي. We can نقدر كمان نقدر ايه بقى share